اهلا وحضراتكم بخير. فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بدأوا في طرح عرض ال 15 جنيه، وهو عبارة عن عبوات من يميش رمضان فيها فول سوداني مقشر وزبيب وجوز هند وبندق وفستق وعين جمل وقمر الدين وكركديه وتين مجفف وقراصية ومخللات وغيرها، كل ده ب 15 جنيه للعبوة الواحدة. الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن عرض ال 15 جنيه هيتم طرحه على سلع نقاط الخبز وفي السيارات المتنقلة وفي المعارض السلعية بمبادرة أهلا رمضان اللي هتتعمل في كل المحافظات. قال كمان أن يميش رمضان اللي هيتم طرحه في عرض ال 15 جنيه من أجود الأنواع، والهدف منه توفير كل أنواع اليميش بكميات معينة لكل الأسر المصرية وبالأخص من محدود الدخل. دي حاجة كويسة علشان يعني أسعار اليميش اللي كانت بتبقى غالية على أهالينا اللي مش قادرين إن هم يشتروا تكون متوفرة ب 15 جنيه. هنتابع بالتأكيد مع حضراتكم ومع وزارة التموين تنفيذها على أرض الواقع إن شاء الله في اليومين اللي جايين.